والبداية إذن كانت للصالح فريق الوثاق، ولكن سلامة هو الذي غلط الحارس المتألق صالح في المدة الأخيرة لفريق جمعية تشلف، كرة ثابتة، وسلامة هو الذي غلط الدفاع. بعد ذلك الوثاق حاول عن طريق بوكريا مراوغة بالرأس وتسديدة مرة جانبية هو الذي سجل في مرمى شباب بلوزداد. جمعية تشلف في الشوط الأول لم تخلق الكثير من الفرص، ولكن هذه التسديدة كانت قوية، وجدت الحارس بالمرصاد خضيرية. محاولة الوثاق الصيفي تواصلت أمام هذا الحارس الذي صالحي فعل الكلام كثير يقال عنه، كانت التسديدة من زيتي زازو يرد، وخضيري يؤكد مستوياته. طبعا هذه المباراة كانت متكافئة، الوثاق الصيفي حاول بهذه التسديدة، خير الدين مضوي كان يدرك صعوبة هذه المباراة، صعوبة مواجهة فريق الجامعة تشلب بدخول دهام الذي توقف عداده عند الهدف الثامن. الوثاق الصيفي بحث عن قتل المباراة لأنه كان يدرك بأن هدف لا يكفي، ولكن استماتة الجمعية الشلفية تواصلت. الجمعية التي لعبت شوط ثاني أفضل بشهادة مدربها بعد ذلك هذه التسديدة من زيت اصطدمت بالعارضة الأفقية. الوثاق باطمئنان بهدوء الفوز الخامس على التوالي، المباراة الخامسة من دون أن يتلقى أي هدف. جمعية تشلف كان بإمكانها تعود في نهاية المباراة، ولكن هزيمة منطقية أمام فريق من حجم وثاق الصيف. الجمعية لعبت بشكل أفضل، ميال كان في المستوى. لو ماشي الخطأ ربما في الفردي اللي قمنا به في اللي تسبب في الهدف، ربما كانت مقابلات تكون عندها طبع آخر، ولكن هذه هي كرة القدم. نظن فريق صيف عنده إمكانيات معتبرة مليحة وبالتوفيق ليه. فوز هذا زي يعطينا دافع كبير للماتش اللي جايين باش نزيدو نجوزوهم بيان، وماذا بينا احنا ثاني نزيدو نديرو الأفضل.